شوف بص حضرتك الحاجه اللي لازم ناخد بالنا منها حاجه خطيره قوي، ان لما يجي القران يتكلم عن الفعل يقول لك وعصى ادم ربه فغاوى، ولقد ما جابش سيره حواء، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسي ولم نجد له عزما، وما تكلمش على حواء. تمام. فاذا القران الكريم بيشير بوقوع الفعل اللي هو المخالف او الخطا من مين؟ من سيدنا ادم. انما ما بيجيبش سيره حواء مطلقا رغم انها وقعت في نفس الفعل ونفس النسيان ونفس الظروف، بدليل فازلهما بألف الاثنين الشيطان فاخرجهما مما كان فيه. يبقى هذا دليل على ان حواء ليست مسؤوله عن اكل ادم من الشجره. ارجوكم لابد ان انتم تعرفوا المعلومه دي، عندنا في الاسلام نحن نبرئ ساحة ستنا حواء من أن تكون قد أثرت على آدم في الأكل من الشجرة. هذا كلام، وبالتالي الكلام اللي احنا بنقوله الله يسامحك يا ستنا حواء خرجت أبونا آدم، ده كلام اتهام بغير دليل. وخد بالك ستنا حواء حقها محفوظ يوم القيامة، يعني هتلاقي نفسك واقف قدامها قدام ربنا وهي بتاخد من حسناتك ان انت اتهمتها ظلما وزورا. لما تتهم أمنا حواء ظلما وزورا إنها هي المتسببة في إغواء آدم وهي مجني عليها زي آدم بالظبط، يبقى أنت كده جنيت على نفسك بأنك ارتكبت ذنب في حق زوجة نبي عليها سلام الله. فعندنا نظرة مختلفة في الموضوع في القرآن يعني في هذه المسألة. الأمر الثاني اللي أنا ملاحظه والغريب جدا إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما ذاق الشجرة بدت لهما إيه؟ سوآتهما. الله، أمال قبل ما يذوقوا الشجرة كان حاصل إيه؟ كانت مستورة سوآتهما. طيب لما ذاق الشجرة آدم وحواء بقوا واتفق يخسفان عليهما من ورق إيه؟ الجنة. يبقى إذن كانوا مستورين بحاجة تانية غير ورق الجنة قبل ما يذوقوا من الشجرة. كان في لباس اخر، كان في لباس اخر اللي هو كان بيستر عورتهم اللي طار او اتشال او اتنزع لما حصل العري نتيجه ايه اللي حصل، ريح بقى ولا مثلا، ولا فجاه لقوا نفسهم في وضع مكشوف مكشوف مكشوف. خد بالك الجنه دي دايما وحتظل وحتظل رمز للستر، لأن الفعل بتاعها جنة. جنة يعني ستر. فلما جن عليه الليل أي ستره بظلام، ولذلك التصغير بتاعها جنينة اللي احنا بنقول عليه عندنا في جنينة. مصر جنينة، ده تصغير عامي بس صحيح جنينة. وليه سميت الجنة جنة؟ لأنه كل شجرة مخبية اللي وراها الشجرة التانية، كل ورقة شجر مخبية الورقة اللي وراها فسميت جنة. ادي المعنى. يبقى معنى ذلك انه اللي حاصل في الجنة كان رمز للستر، فلما ذاق الشجرة اتشال الستر. يبقى العري رمز للمعصية، العري رمز لرفع ستر الله على العبد. الجرأة ورفع الحياء وعدم الحياء تؤدي نتيجة وكنتيجة طبيعية الى زوال الستر وزوال العافية. الكلام ده عاوز شرح كتير انا هتكلم فيه لانه محتاج كلام في حلقة اخرى ان شاء الله نتكلم اكتر في الستر.